طلع الحلاقة يلا يا عريس الزين عروس مشتاقة والله نحبنا فضل فضل مساء الخير دولة الرئيس فؤاد سنيورة ما عم صدق عيوني لك ايوه ايوه هذا انا هذا انا ما تتفاجئ يا ابني قبلت دعوتي وجيت على عرسه يا وسيم يا وسيم يا وسيم يا ابني يا حبيبي انا بحبك من انت وصغير وانا مرافقك بحياتك من انت وهالقد فهلا بانتقالك للحياة الزوجية حبيت اجي لعندك واعطيك بعض النصايح اذا بتقبل بيشرفني بيشرفني انك تنصحني بس مثل ما شايف انه ماني لك يا ابني صاير لك تجي لك يا وسيم يا ابني انت بتعرف اصابع اليد الخمسه اكيد بعرف هيدا الخنصر وهيدا البنصر لك لا يا ابني لا لك ما هذا قصدي انا قصدي انه بتعرف معانيها بس انت ما بتعرف انا حفسر لك يا وسيم يا ابني هذا للطرشه وهذا للنذور وهذا للذة وهذا للمقاومة وهذا للانتخابات والله كيف يعني؟ اسمع هذا إذا رعيتك دينتك بتحكوا فيها ومنشان تسمع الرأي الآخر وهذا للنذور يعني بس تتزوج بتنذر حياتك لزوجتك وهذا للمقاومة يعني إذا حدا من خصومك وقف بوجهك بترفع هذا الإصبع بوجهه وبتهدده وهذا إصبع الإبهام يعني للانتخابات لأنه بتبصم فيه أما هذا فهذا أهم إصبع بكل الأصابع هذا إصبع اللذة والمتعة طب يا دولة الرئيس هيدا ليه بيسموه إصبع اللذة؟ يا ابني يا ابني هذا إصبع اللذة لأنه أطول واحد بالتالي هذا لازم تبله قبل ما تبلش ايوه ايوه لازم تبله قبل ما تبلش عد المصاري يا عريس مصاري لك ايوه لك انت لوين راح فكرك يا بلا اخلاق لا دولة يا وسيم انت تربيتي بس الزواج وكذا يعني بقى يا ابني يا ابني خلص طلعوا بريك يا اخوان لنشرح له امور تانية زواج جرست قدامنا فوت لقدامي